يعني أنا عمري ما سويتها حق أحد، بس أبو خالد أول شيء لما دريت إنه بريد بالسلامة، وكنا متابعين أخباره طبعاً عشان نطمن عليه، من دريت إنه بريد بالسلامة مهيئ نفسي إن أنا أكون فاضي بهالوقت وبهاليوم عشان لازم أجي واستقبله. لما قالوا لي باكر الساعة 5 الوعد بالمطار، قلت لهم أنا موجود أكيد وعلى الوعد، أبو خالد غير، وعسانا ما ننحرم لا من صوته ولا من حسه. يا رب إلهي آمين طول العمر. وايد جايين بكر أبو خالد، اللي هذا يعني اللي ما تعرفونه انتم ورا الكواليس ورا اللي انتم ما تشوفونه، احنا ما نوريه حق احد بالسوشيال ميديا. القعده مع ابو خالد غير، روحه غير، ضحكته غير، غشمرته غير. عشان كذي كل اللي تشوفهم جايين اليوم جايين حق الشيء اللي الناس ما تدري عنه. يا طري اخر مره شفت فيها ابو خالد؟ اخر مره اشتغلت معاه الاوبريت. الأوبريت هذا هو اللي خلى أبو خالد مكانته في قلب إبراهيم دشتي غير عن أي فنان ثاني. شوف العيون تسولف، فرحة الفرحة بعيونك. والله العظيم تسحبتوني صح؟ أنا بديش داخل عشان نسمع شيء حق أبو خالد. لا مو وقت، أنا قلبي قاعد يطق كلش.